طول هالسنين ضليت ساكتة. قلت أمي سكتت وأنا رح أسكت. قلت هي حياة أبي. بابا من الأول هيك. لسنين كتيرة كان كل يوم يروح لعند عادلة. بس لحد هلأ ما اعترف بهذا الشيء. لهذا اليوم. أي أنا معك. بس هو بالنتيجة ما عمل شيء تخجلوا منه كمان. ما هيك سوهان؟ هو تزوج بس. هو عمل هالشي بس لحتى يعاقبنا. قصده يقول بس بدكن تعارضوني. بدي أحرق روحكن وحرق وعذبكن. أكيد هذا ظلم كبير لعادلة خانم كمان. يعني وهي صارت بتعرف إنه تزوجها ليعاقبكن كلكن. يا حرام شي مؤسف ما هيك؟ شو قصدك؟ يعني أنت عم تقلي روحي واشفقي على هاي المرة؟ هالمرة تسببت بموتها لأمي وقتلتها شوي شوي من كتر ما قهرتها. بس معلش توقفي شرب شوي لأنه لسه ما أكلت شي لهلا. بس بتعرف حتى لو ما دخلها هي من زمان ولهلأ عم توجه أمي. أنا فكرت أنه أمي اللي كانت السبب ولهيك راح بابا وتعلق بمرة تانية وأنا طلعت ما بعرف شي. يعني طالما أنا زعلت لهالدرجة معناها قديش أمي زعلت يا ترى؟ كيف حسيت؟ ليكي يمكن أنت عندك حق بكل اللي قلتي. يعني يمكن لما سكرت أمك كل البواب بوش أبوكي راح لعند عادلة خانم لأنه زعل. شو بيعرفنا؟ يعني معقول هالشي؟ كلكن نفس الشي وبتشبهوا بعض. إيه كل الرجال بيفكروا بنفس العقلية. يعني ما بتهمكن غير مصلحتكن وبس. إيه كورهان بيعرف كل شي. بيعرف كل شي أنا ما بعرفه. جسور أنا بدي موت. شو رأيك تروحي تنامي بالبيت وترتاحي شوي؟ لا ماني رايحة بالمرة. ما تصب لي كمان. سوهان بدك يعني أحملك على ظهري وأخذك غصبا عنك؟ حابة هالشي؟ أكيد لا. معناتها بدي إياك تسمعي كلامي. يلا لشوف. أنت مستبد مثل أبي كمان. إذا بتريدي مرة تانية لبقى تشبهيني بأبوكي هيك. أوب 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 أوب. سوهان صحة وانا. لك تريك نزلني بقى. أنا قلت لك إني رح أحملك ما هيك؟ خلاص. إيه قلت. نزلني بقى. لك نزلني. نزلني. خلاص. شو الباسورد سوهان؟ الباسورد دقيقة. مش الحال. قلي لي وين غرفتك لشوف. هنيك. ايه وين يعني هنيك؟ ايه هون بقى لقدام. هون؟ لا لا مو هون جوا. اي وحدة؟ ها خلص. خلص روح أنا بدبر أموري لحالي. خليتك تركع قدامي. ليش شو ترهن على هالشي؟ جسور على مدار. جسور روحي جسور روحي جسور روحي. مين بيحكي هيك؟ مين؟
بانو؟ على هالنفاق. جسور جسور جسور، كل مرة بتقلي أنا سويت مع جسور هيك وعملت معه هيك، وحدة غبية. أوه عيب هذا الحكي، خليني شلحك هاد كمان. أوخ بطني لحظة ما حد فيني. قلبت معدتك؟ تعي معي بسرعة الحمام.